السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. امبريولوجي، زي ما انتم عارفين يعني ايه اولوجي. اي اولوجي في الدنيا يعني ساينس. الامبريولوجي ده بقى ساينس التعبير، الساينس اللي احنا بنعمل بيه ستادينج للانترا يوتراين فيتال لايف of any living subject. طبعا يا جماعة اي واحد living subject سواء كان human being سواء كان animals او ما الى ذلك، في فترة بيكون موجودة فيها جوه اليوترس، وبيطلق على هذه اللايف intrauterine fetal life. طبعا اكيد في intrauterine fetal life لل human being، ودي طبعا تخصنا اكيد، وهنا طبعا احنا هنتكلم عليه ده كله الامبريولوجي بتاع الهيومن بين. بس طبعا بقى اكيد مثلا الناس زي بتوع البيتر مثلا تبص كده مثلا ممكن يعملوا ستادين للانتراوتران في طلاب بتاع الكاوز بتاع الكامل اتسترا، ده شيء ما يخصناش. فاحنا دلوقتي يا جماعه الامبريولوجي بتاعنا ده هو ده عباره عن ان احنا هنعمل ستادينج للانتراوتران في طلاب، وحيث ان احنا ميديكال ستودنت يبقى هنعمل اكزام تاون ستادينج لمين؟ للهيومن بينج. زي ما انتم عارفين زي ما القران قال لنا وجعل نسله من سلاله من ماء مهين. طبعا الخلق الاولاني بتاع ادم دون ده احنا ما لناش دعوه بيه، ده ربنا خلق ادم من تراب ومن طين، ودي احنا ما نعرفهاش. اللي احنا بقى بنعمل لها ستادينج دي بقى اللي هي الخلط اللي بعد كده هو بقى اللي هي السلالة من ماء مهين. عشان اي واحد فينا يا جماعة ربنا يخلقه محتاجين حاجة اسمها الجميد. ايه الجميد ده؟ اللي هي بالبلدي النطفة. فالنطفة دي اللي احنا بنتخلق منها دي اللي اسمها الجميد. الجميد ده هو هيحصل له برودكشن أو فورميشن بعملية اسمها جاميتو جينيسيز. في الطب عموما ساعة ما نبدا كلمة جينيسيز يعني برودكشن أور فورميشن. ودلوقتي بقى الجاميت ده اللي هو النطفة عايزين نعمل له برودكشن أو فورميشن، فتبقى دي عملية اسمها جاميتو جينيسيز. انت بقى ربنا خلق من نطفه ميل ولا نطفه في ميل؟ اكيد طبعا نطفه ميل اتقابلت مع نطفه في ميل. الميل جميل ده اسمه ايه؟ ده السبيرم. طب الفي ميل جميل دي اسمها ايه؟ الاوفا. طبعا ده جمع والسنجل ده هيبقى اوفم. فالاوفم ده عباره عن الفيميل جميد لازم يقابل السبيرم اللي هو الميل جميد عشان تتخلق انت ويتعمل وتبتدي الانتراوتراين فيتال لايف بتاعك. وتبقى اول حاجه عندنا في الامبريولوجي لازم نعرفها اللي هو الجاميتوجينيسيز which is the process of production of mature gametes. والجاميتس دي زي ما احنا عارفين اللي هي السبيرم اللي هي الميل جاميت، والاوفم اللي هي الفيميل جاميت. الجماعه دول بقى حصل لهم برودكشن او فورميشن فين؟ اكيد هيحصل لهم فورميشن في الجونادز. يعني ايه الجونادز؟ الجونادز دي هي البرايمري سكس اورجانز. والبرايمري سكس اورجانز بقى اللي هيتصنع فيه الجماعه دول ويحصل لهم برودكشن ده والله حسب. اكيد الجوناد اللي بيحصل فيه فورميشن للسبيرم ده التستس بتاعتك. واكيد الاوفم بتتصنع في الستات فين؟ في الاورجن اللي اسمه الاوفري. فالسايت اوف برودكشن
والسايت جاميتوجينيسيس ده عبارة عن الجونادز اللي هي البرايمري سكس اورجانز في التستس والأوفر. طبعا يا جماعة عملية الجاميتوجينيسيس دي عبارة عن البرودكشن لهذا العريس اللي اسمه الاسبيرم، والبرودكشن لهذه العروسة في الستات اللي هي الأوفر، وجميعا اكيد الجماعه دول بيتصنعوا في الجونادز اللي هو سواء كان تيستس في الرجاله او اوفري في الستات. يا ترى الجاميتوجينيسيس الدهية هتحصل ازاي؟ الجاميتوجينيسيس الدهية بتبتدي من خلايا اوليه اسمها بريمورديال جيرم سيلز. البريمورديال جيرم سيلز دي بتتكون اثناء الانترا يوتراين فيتال لايف، مش في اي انترا يوتراين فيتال لايف، ده فيري ايرلي انترا يوتراين فيتال لايف بيتكون فينا البريمورديال جيرم سيلز. البريمورديال جيرم سيلز دي لازم يحصل فيها مورفولوجيكال تشينجز عشان نهيئها للوظيفه بتاعتها. نبص ليه يا جماعة المورفولوجيكال تشينجز دي بقى اللي هتحصل فيها تغيرات عشان نحول الخلايا دي الغير قادرة على الفيرتلايزيشن اللي اسمها بريمورديال جيرم سيلز، عايزين نحولها لخلايا قادرة على الفيرتلايزيشن. لازم يحصل ايه؟ زي اي خلية في الدنيا، اي سيلز الاستراكشرز الاساسي المكون ليها ايه؟ طبعا انتوا اكيد عارفين في الهيستولوجي بقى الاستراكشر بتاع السيلز، بس احنا اللي يهمنا بقى في الموضوع بتاعنا هيحصل تغيرات في السيتوبلازم وتغيرات في النيوكليس. ده يروح محول لك البريمورديال جيرم سيلز دي الغير مؤهله للفيرتلايزيشن الى خلايا مؤهله للفيرتلايزيشن. السيتوبلازم يحصل فيه ايه؟ والله حسب انت عايز تكون اوفم ولا عايز تكون سبير. وعايزين ناخد رايكم في الحكايه دي، بص لي كده اهو على منظر الاوفم ومنظر السبير. السيتوبلازم في السبير زاد ولا قل؟ فين ده يا عم؟ ده مفيش خالص سيتوبلازم تقريبا، السيتوبلازم قليل قوي. عشان تعمل سبيرم لازم السيتوبلازم في الميل جنين بيقل قوي 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 في الخلايا لحد ما نكون السبيرم ده البلازما في السيتوبلازم بتاعه قليل قوي. ايه رايك فاهم في السيتوبلازم ده؟ لا، عشان تعمل اوفا السيتوبلازم في الخلايا البريمورديال دي لازم يزيد يزيد يزيد. فأول تغير بيحصل عشان نحول البريمورديال جيرم سيلز دي إلى ماتيور جيرم سيلز لازم يحصل ديكريس السيتوبلازم في الرجالة عشان تعمل سبير اللي قل فيه قوي السيتوبلازم، بعكس الستات عشان تعمل لي فيميل جميل لازم السيتوبلازم يزيد يزيد قوي. طب نيجي بقى للنيوكليس. النيوكليس دي الوظيفه الاساسيه بتاعتها ايه؟ دي اللي شايله الجينيتك انفورميشن بتاعتها، اللي فيها الكروموسومز، اللي شايله كل الصفات بتاعتها. هنا بقى لازم يحصل حاجه في النيوكليس مهمه جدا جدا. احنا كبني ادمين عندنا كام كروموسوم؟ عندنا 46 كروموسوم. ال 46 دول عبارة عن 23 بيرز، واحد واخوه، اثنين واخوه، ثلاثة واخوه، لحد 23 واخوه المتطابقين يبقوا كام؟ 46. ال 46 ده في الخلايا بتاعتنا كلها كبني آدمين. الخلية واحدة لا يمكن يكون فيها 46 اللي هي الجميتس دي،
يا نهار اسود، لو انا خلقت جنين في 46 كروموسوم والفيميل راح تخلق جنين في 46 كروموسوم وراحوا متحدين مع بعض، عملنا مخروق في كم كروموسوم؟ في 92 كروموسوم. بني ادم ده استحال يكون بني ادم. فالخلية الوحيدة اللي في البني ادم لا يمكن تكون فيها 46 كروموسوم هي الجنين بتاعتي. الجنين بتاعتي لازم يكون بقى فيه كم كروموسوم؟ النص 23 كروموسوم. ال 46 كروموسوم دول يا جماعه بيتقال عليهم ديبلويد نمبر. ديبلويد نمبر يعني نمبر ميجويز، لان احنا اتفقنا هما متفقين ايه؟ دايما في بيرز من الكروموسوم. البير نمبر 1، بير نمبر 2، بير نمبر 3. فده ديبلويد نمبر، ديبلويد يعني اجواز. عشان اعمل جنين بقى لازم اخد نصهم بس. اخد 23 كروموسوم. وال 23 كروموسوم دول يتقال عليهم هابلويد نمبر اوف كروموسوم. ليه؟ عشان بالمخ. ال 23 بتوعي انا كراجل يقابلوا ال 23 التانيين بتوع الفيميل ويعملوا مخلوق في كام كروموسوم؟ 46. يطلع هيومن بينج طبيعي خالص. فحاجه اساسيه جدا الميكانيزم هنا هو بجانب التغيرات في السيتوبلازم لازم يحصل تغيرات في النيوكلياس. التغيرات في النيوكلياس دي لازم الديبلويد نمبر في كروموسوم اللي هم 46 كروموسوم اللي هو 23 بير اختزلهم اعمل خلايا جديده. كل خليه فيها هابلويد نمبر في كروموسوم 23. حسب معلوماتكم في الهيستولوجي وانقسام الخلايا اللي انتوا خدتوه اكيد قبل كده، هو مين هو الانقسام اللي ممكن يختزل عدد الكروموسوم للنص؟ الميتوتيك ديفيجن ولا الميوتيك ديفيجن؟ برافو عليكم. الميوزيس الذي يطلق عليه ميوتيك ديفيجن هو ده اللي اسمه ريدكشن ديفيجن، بيختزل عدد الكروموسومات للنص. عشان كده هو لازم النيوكلياس دي يحصل فيها ميوتيك ديفيجن، واسمه ميوتيك ديفيجن او ميوزيس، عشان الريدكشن ديفيجن ده يروح اسامبلي الكروموسوم ال 46 ل 23 كروموسوم، فيبقى الديبلويد نمبر اتقسم الى هابلويد نمبر ال 46 او 23. بعد ما عرفنا التغيرات اللي لازم تحصل عشان يحصل جاميتوجينيسيس، الجينيسيس بقى بتاع دواء اللي احنا اتفقنا كلمه اي جينيسيس في الدنيا دي يعني برودكشن. الجينيسيس بقى بتاعنا ده هو والعمليه اللي انا قاعد بتكلم فيها دي كلها جت منين؟ اتفقنا لازم تجد حاجه اسمها بريمورديال جيرم سيلز، الخلايا البدائيه دي اتكونت فينا امتى؟ البريمورديال جيرم سيلز دي بتتكون ايرلي انتراترين فيتال لايف، والواحد وهو في سن 2 ويكس انتراترين. ابتدت تتكون بريمورديال جيرم سيلز دي فين؟ اما يكون سنك 2 ويكس انتراترين فيتال لايف بيكون عندنا الانتراترين دي لايف عباره عن حاجه اسمها جيرم ديسك. البني ادم بيتكون من صفين من الخلايا اسمهم جيرم ديسك. خلايا فوق الزرقاء دي اسمها ايبيبلاست لانها اللي فوق، فوق يعني ايبي، وخلايا تحتيها اللي تحتيها دي اسمها ايه؟ هايبلاست. ففي ال 2 ويكس انترا يوتراين فيتال لايف بعد الفرتلايزيشن على طول اول اسبوعين تبص تلاقي الايبي بلاست ده الايبي بلاست هي ابتدى يحصل لها بروليفريشن الخلايا. الايبي بلاست دي هيطلع منها الخلايا اللي هي البريمورديال جيرم سيلز وتروح على طول مهاجره لهذا الكافيتي، الكافيتي الاصفر ده.
الكابيتال الاصفر ده اسمه يوك ساك. فمن الهيلي بلاست الزرع ده هي اللي هي الخلايا اللي فوق تتكاثر الخلايا ويتكون لك البريمورديال جيرم سيلز تروح تمايجريت تو ذا يوك ساك. ده اول اسبوعين بعد الفيرتلايزيشن اتكونت البريمورديال جيرم سيلز. وبعدين عند الاسبوع الخامس 5 عند 5 ويكس بعد الفيرتلايزيشن تبص تلاقي البريمورديال جيرم سيلز دي عملت مايجريشن من هذا الكابيتي اللي اسمه ايه اليوكسيك. بعد عمل مايجريشن رايحه فين دي؟ الله دي رايحه فين؟ دي داخله جوه الامبريو رايحه للمكان اللي هيتكون فيه الجونادز بتاعتك. هنا المكان اللي هتتكون فيه التستس في الرجاله او الاوفري في الست. ويبقى البريمورديال جيرم سيلز دي اساسيه بتتكون الاول من الايبي بلاست اللي هو الصف الفوقاني من الخلايا اللي مسناها هنا الازرق. وفي الاسبوعين دول في اول اسبوعين رحت عامله مايجريشن تو ذا يوكسك. اليوكسك كده زي حضانه ليهم تكسروا فيه البريمورديال جيرم سيلز. عشان عند الاسبوع الخامس رحت عامله مايجريشن من اليوكسك دخلت جوه الامبريو عشان تخش بقى في المكان اللي بيتكون فيه الجونادز اللي هي سواء كان تيستس او اوفري. البرمورديال جيرم سيلز دي بعد ما شفناها يا ترى الجاميتوجينيسيس بتاعتنا دي بقى دي بتتقسم ليه؟ والله الجاميتوجينيسيس في الرجاله يبقى اسمها سبرماتوجينيسيس برودكشن اوف سبيرمز. بينما في الستات الجاميتوجينيسيس دي يعني يطلق عليها اوجينيسيس اللي هو البرودكشن اوف اوفر. فالجاميتوجينيسيس بتنقسم حسب السكس سبرماتوجينيسيس في الرجاله وجاميتوجينيسيس في الستات. ويبقى كولكتيف ده هو جاميتوجينيسيس يعني ايه؟ برودكشن اوف جاميتس. وعايزين تعملوا جاميتس حريمي ولا رجالي؟ اكيد الاثنين. فعايزين نعمل جنيت رجالي اللي هو السبرم وجنيت حريمي اللي هو الاوفر. ويا ترى الجاميتوجينيسيس ده بتحصل منين وفين؟ طبعا بتحصل في البرايمري سكس اورجان. في الرجاله اكيد بتحصل في التستس وفي الستات بتحصل في الاوفر. الميكانيزم بتاعها ايه؟ السيتوبلازم هيزيد ولا هيقل؟ الله يحاسب. في الرجال عشان اعمل سبيرم السيتوبلازم بيقل قوي. بينما عشان اعمل اوفا في الستات لازم السيتوبلازم بيزيد. ورجاله او ستات الكروموسومز هتحسبوها 46 ولا لازم نعمل لها ريدكشن ديفيجن بميوزيس عشان احول الديبلويد نمبر اوف كروموسوم الى هيبلويد نمبر اوف كروموسوم؟ ودي عباره عن التشينج بتحصل في النيوكليوس ويحصل سيل ديفيجن والنيوكليار ديفيجن بميوزيس يحول لك ال 46 ديبلويد الى خليتين كل خليه فيهم هيبلويد نمبر اوف كروموسومز. البريمورديال جيرم سيلز اللي هي اصل القصه بقى كلها واللي هتعمل كل حاجه دي اتكونت في الاسبوع الثاني اثناء الانترا تراين فيتال لايف من الايبي بلاست ومايجريت تو ذا يوكسك. عند الاسبوع الخامس مايجريت من اليوكسك الى المكان بتاع الديفولوينج جونادز. وبتتقسم الجاميتوجينيسيس الى رجالي سبرماتوجينيسيس وحريمي اوجينيسيس.